خذوا هالقصة. امرأة، هي كان هي القصة قبل الإسلام، امرأة من العرب مرة طالعة من بيتها بالبرية شافت فرخ ذئب صغير عم بيموت، شفت عليه حملته واخذته معها للبيت بيتها. عندها شات غنمي جايبة قرقور عم بترضعه، حطت فرخ الذيب مع هالقرقور هذا يرضع من الغنمي. مشي حاله، عاش ونشنش، عاش سنة كاملة في وئام كامل بينه وبين الغنمي وابنه. بعد سنة المرة ظاهرة بشغل، رجعت على البيت لقت هالذيب هذا ماكل الغنمي، عصص له بطنه وعم بياكل فيها. طلعت فيه قالت له: بقرت شويهتي وفجعت نفسي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، رضعت بدرها زمنا طويلا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كان الطبع هو المتحكم بالإنسان، مش المتحكم في خلق، مش المتحكم في عبادة، مش المتحكم في شرع، متحكم في الطباع. والله لا أستاذ ولا مشايخ ولا خوارني ولا حدا بالدنيا بينفع لتغيير هؤلاء الناس. لهذا بكرر المرة الثالثة بطلب أنه نحن نعيد النظر في علاقاتنا ومعاملاتنا وعباداتنا، ونوزنها بالموازين اللي ربنا وضعها، مش الموازين اللي نحن نضعها لأنفسنا.